مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم بحلقة جديدة من حديثك على الهواء. ضيفنا لليوم البروفيسور جعفر عبد الخالق. نرحب فيك دكتور جعفر. شكرا. حضرتك استاذ جامعي في الاقتصاد والعلاقات الدولية، وكمان برصيدك العديد من الأبحاث والتحليلات الاقتصادية لضمن المخارج الاقتصادية للأزمات بلبنان. أشرفت على العديد من المواضيع والدراسات الجامعية المهمة واللي كان ضمن موضوع الانتخابات النيابية. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع، بس قبل خلينا شوي نحكي عن آخر التطورات بين أوكرانيا وروسيا وقدي بتأثر سلبا على الوضع الاقتصادي بلبنان والسياسة. بدون شك أي أزمة إقليمية كانت أو دولية تؤثر سلبا على الاقتصاديات التابعة لها أو الأحرى التي تتعامل معها. هلا بالبداية الأزمة الأوكرانية هي أزمة بين مجموعتين، خلينا نقول مجموعة الناتو واليوم الروسية الاتحادية. نعم. طبعا الروسية الاتحادية تعتبر إنه العمق الحيوي هي أوكرانيا، وحدود الحيوية أوكرانيا على أوروبا. الغرب أو الأحرى الناتو بيعتبر إنه أوكرانيا هي الحدود الشرقية، لأنه بما أن دولة مستقلة يحق لها بالاستقلال والانتماء إلى أي مجموعة تريد. وطبعا هذا أعطى نوع من الصراع بين الاثنين. وأوكرانيا هي من الدول التي تختزن مواد أولية أساسية في قلب أوروبا. بدون شك هذا الصراع سينتج عنه تفاعلات كثيرة بالمستقبل، منها العقوبات الغربية الأوروبية والأمريكية على روسيا الاتحادية. وهي العقوبات منشوفها اقتصاديا ستمر يعني حوالي 4-5 سنين على الأقل. نعم. إذا لم يتم التسوية. قديه هالموضوع رح يأثر سلبا بالوقت اللي لبنان بيستورد 80% من القمح من أوكرانيا والباقي من باقي الدول؟ قديه هالموضوع رح يتأثر؟ ممكن مثلا بالأيام الجاية نشوف انقطاع للخبز؟ لا أعتقد إلى هذا الحد، ولكن سيتأثر لبنان بالنسبة للأسعار. يعني ممكن لفترة انتقالية نتأثر بالكميات الاستيراد من القمح وغير القمح بالمواد الغذائية بشكل أساسي. على فكرة أوكرانيا وبيلاروسيا كانوا من الدول أو المناطق ضمن الاتحاد السوفيتي السابق المعروفين بالإنتاجية الزراعية العالية، يعني كانوا يغذوا كل الاتحاد السوفيتي السابق. صحيح. كل جمهوريات، لأنه هن صاروا باتجاه الشرق، الاتحاد السوفيتي صار شمالا إلى الأعلى، فالطقس كان يساعد يعني على أن تكون دول زراعية واسعة ومنتوجة عالية. ولبنان ستأثر حكما بهذا الموضوع، ولكن لفترة انتقالية أعتقد، ولا أعتقد أن الحرب ستطول. يعني الحرب التي تتم بين دولة عظمى، دولة كبرى، ودولة كانت تابعة لها وأقل منها 10 مرات بالقوة العسكرية، سوف لن تستمر إلا إذا كان ستتحول الحرب إلى حرب استنزاف وحرب عصابات. هذا شيء آخر ونحن نستبعد ذلك. فلبنان سيتأثر بذلك، ولكن سيتأثر بشكل أساسي بالأسعار، لأنه سيفتش عن بديل. نعم، بس بعد انفجار المرفأ والإهراءات اللي راحت وقت الانفجار، شو وضع مخزون القمح بلبنان؟ لا يعني في إذا طالت شوي الفترة. صحيح. بالنهاية بعد انفجار المرفأ عانينا أزمة كبيرة نحن. نعم. مش هي الأزمة مش بس غذائية، يعني كانت أزمة اقتصادية اجتماعية بإطلاق الدولار، تحليق الدولار عاليا وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية. طبعا نتيجة المحاصصات السياسية القائمة بالبلد ونتيجة الاستنشاق بموقع الناس ضمن هذا البلد اللي هو لبنان، فأطلق الدولار. يعني الحكم أو الحكومة بتلك الفترة لم تفي بمتطلبات لبنان الخارجية، لذلك انكشف لبنان على الدين الخارجي، وبانكشافه على الدين الخارجي هذا يعني تحرك سعر الدولار، وتحرك سعر الدولار بدأ ضعف ضعفين ثلاثة لحتى صلنا ل 15 ضعف. فأنا برأيي الأزمة هي أكبر من أزمة
إهراءات المرفأ. أتى انفجار المرفأ هو الشعرة التي قصفت ظهر البعير. نعم. لأنه انفجار المرفأ طبعاً كارثة إنسانية. والكارثة الإنسانية الأكبر أنه خلال عامين لم يعلن أي اتجاه وراء انفجار المرفأ. صحيح. وكلنا بنعرف الأزمة القضائية القائمة بالبلد. لا نسلم الموضوع إلى القضاء الدولي. والقضاء الداخلي معرض للتجاذبات السياسية المعروفة بلبنان، فلذلك طبيعي جدا أن نصل إلى أي مكان. نعم. وعن وضع روسيا بالمنطقة وخاصة بالملف اللبناني السوري. عفواً. عن وضع القوة الروسية بالمنطقة خاصة بالملف لبنان وسوريا. الواقع الروسي يعني. نعم. بهذا الموضوع. هلأ بالأخير بالنهاية روسيا إلى موقف وسطي. نعم. بلبنان وليس موقف متطرف، وهي حاولت طبعا بتدخلها في سوريا كانت لمصلحة جهة اللي هو النظام. نعم. وليس جهة المعارضة طبيعي جدا، بس ولكن بالنسبة للبنان روسيا عم تاخذ موقف وسطي. هلا لا أعلم كم سيكون ردة فعل روسيا على بيان الخارجية اللبنانية الذي استنكر القصف والاحتلال الروسي إلى أوكرانيا. نعم. طبعا هذا سيكون له أثر معين، ولكن لا نعرف إلى أي مدى. وعلى أي حال أنا أعتقد أن موقف روسيا من الأزمة اللبنانية هو موقف وسطي محايد، سوف لن يكون متطرفا لأي جهة. نعم. بالعودة للوضع الراهن والانتخابات ما بقى في كتير وقت تفصلنا عنها، هل رح يكون في انتخابات بلبنان بموعدها؟ نحن كمراقبين، نحن نراقب الانتخابات. نعم. مراقبين بالانتخابات، نعتبر الانتخابات قائمة لسبب أساسي. أول شيء رسميا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، إن كان تشريعيا. نعم. أو تنفيذيا أو قضائياً أو حتى أمنياً، كل الجهات هاي دي عم بتأكد إنه الانتخابات قائمة ب 15 يوم بموعدها، إلا إذا صار في خلل أمني. هلا الخلل الأمني نحن ما فينا ننتظره. نعم. ولن نكون متشائمين إلى هذا الحد. نتمنى أن لا يحدث شيء. هاي أولاً. ثانياً هناك قرار، يعني دائماً لو يكون في بلد في أزمة مثل لبنان ومكشوف إلى الخارج وصندوق النقد يأتي إلى بلد معين، هذا يعني أنه ما عاد يقدر يوفي بالتزاماته. يعني أي متى يتدخل صندوق النقد بشكل أساسي؟ عندما البلد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الخارجية. نعم. مثل أي زبون آخر يعني بكل العالم، نحن زبائن بنك، لما ما نعود نوفي البنك بيبعطونا المحامي. صح. فنحن بطلنا نوفي، بيجي المحامي الدولي اللي هو صندوق النقد الدولي. فلذلك بالنسبة للانتخابات هناك قرار إقليمي دولي مشترك من قبل الكل، كل الأطراف الخارجية، يجب أن تتم الانتخابات بلبنان لإعادة تمثيل إلى مكان معين للانطلاق منه بالتسوية. لأنه هلق أنت ما فيك تعمل تسوية، التسوية اليوم عرجاء ومعروف عن المجتمع اللبناني، ما بيتم حل المشكلات إلا بتسوية عامة. نعم. الأحزاب اليوم سياسية خسرت كتير من شعبيتها بهاي الفترة من وقت 17 تشرين خاصة لليوم. قدي ممكن الأحزاب تكون بعدها عم تعمل قبل الانتخابات بما يعرف بالمال الانتخابي أو شد العصب الطائفي؟ بدون شك طورة 17 تشرين أنا بسميها انتفاضة أو حراك 17 تشرين. نعم. من الأساس، رغم أنه شاركت فيها ببداياتها شهرين ثلاثة ومقتنع بما أثير في تلك الفترة وما يزال يعني مقتنع بكلهم، طبعاً السلطة يعني سلطة المحاصصة الطائفية والفئوية لا يستطيع أي إنسان عالم كان أو نص عالم أو ربع عالم أو ربع بالمعرفة إلا أن يكون باتجاه منحاز لشعبه. نعم. فالمحاصصة غير مستحبة، وهي كانت سبب وصولنا يعني لهيدا يعني خيرات لبنان السابقة والحالية تبدد بواسطة المحاصصة الطائفية والفئوية. نعم. لو كانت محاصصة سياسية ما في مشكلة. نعم.
ولكن المحاصصة هي طائفية وفئوية، هام المشكلة. هلأ بانطلاق ثورة 17 أو انتفاضة 17 أو الحراك أنا بسميه أكثر، الكلمة المستحبة أكثر لإلي، وضع لبنان بجو عام. هذا الجو العام تغير، يعني تغير الجو العام اللبناني، صار في عندك فئة معينة من اللبنانيين اللي هي منا قليلة. يعني حراك 17 تشرين استقطب للشارع بين 250 ل 300 ألف شخص بين طبعا كل المحافظات عم نحكي، وبوحدة وطنية بين الشمال والجنوب والوسط اللي هو بيروت والجبل والبقاع، استقطب استقطابات واسعة. يعني لما عم نحكي نحن اليوم 250 ألف ل 300 ألف إنسان، هي بقى نحن شفناها بشكل أساسي بهذا الحجم هي لما عملوا التشين. نعم. لما عملوا التشين بين الشمال والجنوب لهون، وقتها نحن منراقب هذا الشيء ومنشوف مدى الحشد. فلما بيكون الحشد بين 250 و 300 ألف، يعني عم تحكي أنت بالمليون شخص بلبنان، بمعنى أنه قد يكون يمثل 300-450 ألف ناخب. طبعاً فيما بعد تم التعاطي مع حراك 17 بشكل عنفي، كان من قبل جهات بالسلطة أو من جهة أحزاب موجودة على الأرض حاولت ركوب موجة الثورة. طبعاً فتم التعامل معها بالقمع، رغم أنه هي بالنهاية حراك سلمي شعبي. نعم، كنت حضرتك عم بتقول أنه مع الثورة بأول الحراك كنت لأي مدى مع الثورة تحت شعار كلهم، يعني كلهم كل هالمنظومة إزاحة المنظومة السابقة كلها؟ لا، أنا مش ما طرح شعارات. يعني لما أنت بتكون بدك تعمل تغيير، التغيير ليس شعار، هون المشكلة. نعم. ويمكن العبرة بالتطبيق. لا، أنا ناقشت مع كثير من الأخوان والزملاء والأحباب بالحراك. نحن مشكلتنا أنه بالحراك أو بحراك 17 تشرين كان هناك 142 منصة، اليوم يمكن المنصات حوالي 122 تقريبا، ما بعرف إذا أحصاءات دقيقة. شيء جيد يكون في منصات ويكون في حراك ويكون في ديمقراطية ويكون في آراء مختلفة، ولكن طرح الشعارات جزافا بهذا الشكل دون الاتفاق الشامل حول هالموضوع معناتها الكل مشترك في السلطة. نعم. والكل مشترك في الارتكاب، صح وصحيح هذا، بس ولكن أن نقول أنه نستعدي كل الناس، لماذا؟ أساسا عمليات التغيير لا تتم بإلغاء الآخر. نعم. عملية التغيير، طيب إذا كان أنا عندي تيارات بالبلد وعندها شعبية، هل أستطيع إلغاء شعبيتها؟ أكيد لا، نحن هون مش عم نقول نلغي التيارات أو الآراء الآخر، رأي الآخر، عم نقول إلغاء المنظومة الفاسدة اللي تسببت بوصول البلد لهون، وكل الكل بيتحمل مسؤولية. أنا يعني مع إلغاء النظام الطائفي الفئوي في لبنان. صحيح. والنظام المحصص الطائفي. في الكثير اليوم من الوجوه المرشحة تحت اسم الثورة، لأنه البعض بيدعي أنه من الثورة وهن مرشحين تحت اسم الثورة. لأي مدى هولي رح يعملوا مشكلة بالترشيحات؟ يعني هلأ من مصلحة الأحزاب السياسية ترشيح الكثير من الوجوه تحت اسم الثورة لأضعافها، لأي مدى هولي رح يؤدوا لأضعاف الثورة؟ أنا بقول بالمراقبة حسب ما منشوف على الأرض، هناك مسؤوليات كبيرة لمنصات حراك تشرين. نعم. طالما هالمنصات موجودة وبتعرف حالها، من أولى أولوياتها إذا بدها تفوت بالانتخابات النيابية، وهو مرجح أنه هي مستعدة، لأنه اعتبر حراك 17 تشرين وكل منصاته تخلى عن كل شيء واعتبر أن الانتخابات هي الحد الفاصل. نعم. فسيخوض غمار الانتخابات. طالما أنت تخوض أو هذه المجموعات المنصات ستخوض حراك 17 تشرين إذا لم تكن موحدة، ستخوض الانتخابات النيابية بعيار، إذا لم تكن موحدة سوف لن تصل إلى أي محل. بالأساس أني بالفترة الماضية، الانتخابات الماضية 2018، كان عندنا نحن حسب إحصاءاتنا حوالي 225 ألف صوت مستقل. نعم. ما كانش في ثورة، ولكن في حراك، ولكن في انتفاضة. هال 225 ألف صوت لم يستطيعوا إيصال إلا 6 نواب. كيف؟ بالصدفة طبعاً، نعتبر أن نحن مستقلين، لأنه الأصوات الباقية ذهبت هرّاً.
حينما تصوت الناس في أماكن معينة لعدة لوائح وكل لائحة لا تستجيب أو لا تصل إلى الحاصل الانتخابي حسب القانون الحالي، لازم تلغى الأصوات. حضرتك عم تحكي عن المنصات الداعمة مثل كلنا وطني ونحو الوطن، هل هن شيء ضروري يكونوا في منصات داعمة للمرشحين؟ وليه بدهم يدعمون؟ يعني لأي سبب؟ هل السبب مادي؟ أنا ما بدي فوت بتفاصيل المنصات، لأنه إذا بفوت بتفاصيل المنصات أنا بضيع والكل بضيع. خلينا نكون صريحين. هلأ اليوم في 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 حركة صارت، في جمهور حوله صار موجود، رأي عام خلينا نسميها. هذا الرأي العام مستعد يتفاعل بالتصويت مع هيدي مع هذا الواقع في حال كان في لوائح موحدة. كيف لوائح موحدة؟ شو بنقصد بلوائح موحدة؟ نحن عندنا بلبنان 15 دائرة انتخابية كبرى. من ضمنهم في 26 دائرة صغرى. يعني هن نفسهم بيتحولوا ل 26 دائرة صغرى. فلذلك يعني أنا لما بقول دائرة الشمال عندي بشري وصغرتا والبترون والكورة دائرة واحدة، بس عمليا لما بتشكل لائحة بدك تشكلها يكونوا هالأربع أقضية فيها نوابة بدك تختار منها بالصوت التفضيل. نعم. لذلك منقول في 15 دائرة كبرى بدك تتشكل فيها اللوائح، وستضم من ضمنها 26 دائرة صغرى. لذلك هون أنا كل اللي بهمني الموضوع إذا كان المستقلين، نعم، يعني بيسموا هاي المستقلين، شو المقصود مستقلين؟ مستقلين عن الأحزاب الكبرى القائمة. نعم. اللي هني سبع ست أحزاب أو سبع ستة هني. صحيح. عمليا إذا أنت بتعتبر حالك مستقل عن هالست أحزاب الأساسية الكبرى بلبنان، فإذا أنت بمختلف الطوائف والمناطق، فإذا أنت من أقل واجباتك أنك تنزل لوائح موحدة فقط، لائحة واحدة بكل دائرة من دوائر ال 15. نعم. كيف؟ وهون إذا قدرت الحركة الشعبية تنزل لوائح مشتركة، هون أصواتها تأخذ مناها من كل المجتمع اللبناني، وعندها الإمكانية تروح بين 300 وال 500 ألف صوت من مزحة، إذا كانت موحدة. إذا لم تكن موحدة بين 300 وال 500 ألف صوت اللي هن طبعاً مش كلهم حراك تشرين. مش كل الحراك تشرين، نحن عم نحكي عن المستقلين بالمجتمع اللبناني اللي عادة بصوتوا كمستقلين. بالفترات الماضية لما كانت الانتخابات على الأكثر، فكانوا يصوتوا مضطرين يصوتوا للائحة كلها سوا، فكانت الاستقلالية شوي. هلأ اليوم لما صار بل عندك صوت تفضيلي، فإذا أنت لست تستطيع خيار اللائحة، ملزم أنت ستختار شخص من اللائحة. صحيح، ملزم بهيدي اللائحة، ملزم تختار اللائحة وشخص منها. صح. أو تختار اللائحة بدون شخص ما في مشكلة، بس وبالتالي هيدي بتخدم زعماء الطوائف. لا لا أعتقد إلى هذا الحد. نحن مثلا منقول، نحن منقول كمتابعين للانتخابات ومحللين للانتخابات. نعم. الصوت التفضيلي هو نفع بشو؟ كل القصة اللي عملها الصوت التفضيلي هو وضع كل القوى السياسية والطائفية بموقعها وحجمها الطبيعي. نعم. لأنه أنت مضطر مرشح نواب بدك تعطيهم أصواتك. فبالماضي كان يقال أنا حجمي وكذا وأنا حجمي كذا، لأنه بالأخير أكثر أخذت 50 زائد واحد أخذت اللائحة كلها. صحيح. وأخذت النواب كلهم. اليوم لا، بالنسبية النظام النسبي هو أعدل. إذا كان نسبي دائرة واحدة أكثر عدالة، بس النسبة مع التفضيلي صار رايح باتجاه معين اللي هو اتجاه حجم القوى. يعني حزب تصور المرة الماضية مثلا دائرة بعلبك أو دائرة النبطية، الصوت الطاغي فيها الشيعي، عم تحكي انت 90% من التصويت شيعي، هذا هو الواقع. يعني تصوري انه في نواب اخذوا 42 ألف صوت. نعم. وفي نواب نجحوا باللائحة واخدين 3100 صوت، طيب ليه ما عطيتهم صوتك؟ دكتور عبد الخالق، رح نرجع نحكي بالتفصيل عن الانتخابات بس بعد بريك قصير. مشاهدينا بريك وراجعين، خليكم معنا. مشاهدينا رجعنا لنكمل حلقتنا مع الدكتور جعفر عبد الخالق، منرحب فيك مجددا. بالعودة لقانون الانتخابات، الكل بيعرف القانون اللي طبق ب 2018 القانون النسبي، هل هو كان عادل برأيك؟
أنا برأيي النسبية دائما بتكون عادلة أعدل. نعم. مش ضروري يعني عادلة بالمطلق. دائما النسبية أعدل. لأنه كل من يشارك في الانتخابات طالما وصل إلى نسبة معينة من التصويت معناتها يحق له بالتمثيل. نعم. الأكثر مشكلته أنه في إقصاء. يعني إذا أنت بتاخذ 50+1 يعني 49% لنفترض لن يشاركوا في الحكم أو لن يشاركوا في البلدية أو لن يشاركوا في السلطة، يشارك من أخذ الصوت الأعلى يعني نصف زائد واحد. نعم. النسبية لا تعطي الكل مجال أنه يشارك، وعلى قدر مشاركته وعلى قدر حصوله على الأصوات فبيشارك بالسلطة. أما مشكلة القانون أنه أتى أعرجا. يعني دائما النسبية أخذ مد جزر لإقراره بهذيك الفترة بال17 على 18 يعني. نعم. لسبب أنه بدأت المشاورات أو بالأحرى التجاذبات بين القوى السياسية حول كبر وصغر الدائرة. صح. فهون الشائبة الموجودة في أنه في دوائر كبيرة مثلا دوائر 109 صوت فيها 190 200 ألف 225 ألف صوت، ودوائر أخرى صوت فيها 60-70 ألف صوت. أساساً طاقة الاستيعاب للدائرة هذيك هي. نعم. بس بالتالي السياسيين فصلوا القانون الانتخاب النسبي على قياسهم، فصلوا الدوائر مش القانون النسبي، يعني تقسيم الدوائر تقريباً فصلوا على قياساته. نعم. على قياسات من سيوافق أو من سيصوت للقانون الانتخابي بالمجلس النيابي. نعم. شو دور هون الصوت التفضيلي والحاصل؟ دور شو؟ الصوت التفضيلي. الصوت التفضيلي عندنا مشكلة بلبنان هي قصة توزيع الطائفة للنواب. نعم. وهذه النسبية مع توزيع الطائفة لا يتلائمان. نعم. ما فيك تعلن أنت قانون نسبي وتوزيع طائفي فئوي مش بس طائفي. وأكثر من هيك في عندك قانون طائفي فئوي. نعم. لكل فئة بلبنان طائفية، وعندك منطقة قضاء. يعني أنت الأشور الأقليات مثلا ببيروت واحد، في عندك أشوري بتشوفي طلع كم في صوت أشوري أو إنجيلي بالهذا، بس بدك تختاره أشوري. فلذلك أنت كيف بدك تختار هون؟ حط الصوت التفضيلي على أساس أنه اللوائح بدها تتشكل بالغرب اساسا او بالدول المتقدمه، لما بيكون عندك نسبه بتشكل اللائحه بالتدرج. فانت اذا تنفترض انت شكلت لائحه من 40 نائب. نعم. او 50 او 122 نائب دائره واحده، انت بتحطهم بالتسلسل من الواحد لل 128، طلع لك 50 نائب حسب التصويت النسبي عندك بتاخذ اول 50 بغض النظر عن اسمائهم بغض النظر عن توقفهم وانتمائهم الفئويه. بلبنان عندنا هالمشكله هيدي، انه انت ما في كيف بدك تعمل لائحه بالتدرج وكيف بدك تختار، بلكي ما طلع لهيدا اكثر من هيدا. لذلك اني اعتبروا وهذا خطا، انه الصوت التفضيلي كان اتجاه على الصوت التفضيلي لاثنين مش واحد. بالاخير صار في خلاف بين اطراف السلطه فيها وحطوا لصوت واحد فقط لغير، لحتى تقدر تختار بين الطوائف والفئويات. وشو عن أصوات المغتربين؟ كيف بده يكون التصويت؟ يعني نحن عنا المرة الماضية، يعني عنا المرة هذه تقريبا ثلاث مرات زيادة عن المرة السابقة. نعم. بالمغتربين يعني 244 ألف صوت تقريبا بيكونوا مسجلين، يعني تبين بالنهاية حوالي 220 ألف صوت. أنا برأيي سيصوت منهم إذا كان في استنفار بالخارج حوالي بين 130 و 150 ألف صوت مش أكثر. نعم. هيدي أصوات المغتربين أنا برأيي رح بتكون ما بنعرف قديش استقلاليتها لحد الآن، لأنه مشكلة المغتربين من تواصل مع المغتربين، هذا سؤال. لأنه المرة الماضية عرفنا تقريبا أنه كيف سيصوت المغتربين، لأن كانت مبينة الجهات اللي عم تتوجه. طبعا المرة الماضية أخذوا القوات الأعلى تصويتا ب8000 وكذا. نعم. بعدهم العونيين. هاي المرة مين الجهات اللي تواصل؟ هلا بعدها مش معروفة، بدك تشوفي لما تتحرك المكانات. نحن بنلاقي المكانات. نعم. بالنسبة للاغتراب بالداخل بنعرف كيف، بس بالخارج بدك تشوف المكانات، بدنا نراقب المكانات الانتخابية اللي تحركت للخارج. وانتبه بالخارج مش مزحة كمان، فيها كلفة اليوم. نعم.
نعم. اليوم لأنه أنت عندك 220,000 بدي صوت منه 140,000 مثلا، تناخد بفنزويلا أو بالبرازيل أو بالولايات المتحدة، فمراكز الاقتراع ستكون بعيدة. صحيح. بعيدة عن كثير من المناطق اللي طبعاً فيها سفر بالطيران، فيها مشان هيك كنت كمان بدي أسألك عن الميجا سنتر ومراكز الميجا سنتر، وين صارت يعني؟ مش المفروض أنه أنجز؟ أنا برأيي طرح الميجا سنتر هو من أحد وسائل بعض الأطراف بلبنان لمحاولة تأجيل الانتخابات النيابية. لا تأجيل الانتخابات، يعني الميجا سنتر مش هلا وقته، كان مفروض ما بقى قادرين اصلا، ما عادش في وقت لانجازها. مش قادرين، قادرين نعمل كل شيء بلحظات، بس ما بقى قادرين سياسيا. نعم. بده اتفاق الاطراف. نعم. كلها. نعم. عزوف الشيخ سعد الحريري كون تيار المستقبل مكون اساسي بالانتخابات، قد ايه رح تاثر على مسار الانتخابات النيابيه؟ بدون شك، بدون شك، يعني احجام تيار المستقبل عن السباق الانتخابي ورئيسه سعد الحريري حكما بده يؤثر انا برايي سلبا على الانتخابات، رغم دعوه السنيورة هلا الدعوات بعد نحن لانه كان رئيس السنيورة دعا انه للاقتراع بشكل كثيف. نحن بعدنا بالهزات الارتداديه. نعم. لاعلان عزوف تيار المستقبل عن الانتخابات، بعد ما فينا نشوف كل الارتدادات، هيدي من احد الارتدادات. المشكله هي وين؟ انه عندك انت يعني تيار المستقبل تيار عام شامل لكل المناطق، يعني بمعنى عنده بحدود ال 200، المره الماضيه كان عنده 266,000 صوت. نحن بنقدر هلا لو كان عم بيخوض الانتخابات عنده بحدود ال 225، يعني سيخسر 30-40,000 صوت اكبر، مثل كل الاحزاب، مثل كل التيارات الثانيه. عزوف هيدي المجموعة كمكون أساسي، أنا ما بعتبرها كمكون أساسي طائفي، بعتبرها كمكون أساسي متحد. نعم. في الانتخابات يعني عنده 225,000 صوت، يعني عنده الإمكانية يجيب 20-25-30 حاصل انتخابي مع تحالفاته. نعم. مع التحالفات، فلذلك هذا سيترك فراغ في الساحة، وهذا الفراغ سوف تذهب باتجاهه كل القوى السياسية، يعني كل القوى السياسية بالبلد سوف تنادي أصواته، سوف تطرح شعارات للحصول على أصواته، لأن كتلة انتخابية منا سهلة توازي كتلة اليوم، يعني منشوفها توازي تقريبا كتلة المستقلين كلها بكل لبنان. فلما بتحكي أنت بال 225,000 صوت، إذا في 250,000-300,000 صوت مستقل وممكن يصل لل 500 كمان بعدين، يعني أنت عم تحكي عن 700,000 ناخب أو 700,000 صوت مقترع، مش ناخب، مقترع، يعني تقريبا أكثر من ثلث أصوات المقترعين بلبنان، فأنت عم تحكي ب 40-45 نائب منا مصحة يعني. رح أسألك عن وضع الانتخابات، بتشوفوا عليه شو، كيف رح تكون الانتخابات؟ بدون شك أنا برأيي رح بتكون شبيهة بالمرة الماضية بس أكثر حدة، وسيكون هناك بالفعل لوائح للحراك، لوائح مستقلة يعني. بخلاف الواقع القائم، يعني في عنا لائحة تحالف اشتراكي قوات من ناحية، في عنا لائحة عوني أرسلان حزب. نعم. الله. نعم. بنفس الوقت، يعني أنا بعتبر أنه في لائحة تانية عوني تيار وطني حر، وفي طبعا لوائح مستقلة. لوائح لحد الآن مبين في لائحتين مستقلتين. نعم. إذا ما كان أكثر. بدون شك لوائح المستقلة سوف تستقطب، أو لوائح تغيير، ما بعرف شو بدون. نعم. شو بدون يسموها أو شو بدها تسمى، ستستقطب المستقلين بالمنطقة. إذا كانت موحدة تستطيع أن تستقطب حاصلين. إذا لم تكن موحدة بصعوبة تستقطب الحاصل الواحد كل واحدة منه. نعم. كان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أكد على أنه رح يكون في وجوه جديدة بالوقت اللي عم نسمع بإعادة ترشيح أكرم شهيب بعلي ومروان حمادي بالشوف. أي هيدا بالنسبة لرأيه، يعني تشكيل اللائحة من قبل الاشتراكي إلى اعتبارات أخرى. نعم. غير الاعتبارات اللي نحن بنشوفها، يعني إلى اعتبارات محلية. نعم.
ولا اعتبارات بالتصويت ولا اعتبارات بالمناطق بتعرفي، والعائلات وكل هالامور هي تؤخذ بعين الاعتبار، بالاضافه الى قضيه المواجهه مع اللوائح الاخرى وبشكل خاص مع لائحه التيار الوطني الحر. فهناك يعني ما فعله الاشتراكي يعني بمعنى بلائحته هالمره هذه هو طرح اسماء جينيريك، يعني اثنين نساء خلال الفتره الجديده بالشوف والشمال، يعني هذا ما نستطيع ان نقول على صعيد التغيير، اما الباقي بقي مثل ما هو وسيبقى مثل ما هو. نعم نعم. كمان بطلب من الفرنسيين للنائب وليد جنبلاط بإعادة ترشيح مروان حمادة بشوف كمان. أنا لست بصدد هذه المعلومات الدقيقة، إذا كانت دقيقة ما مش رح ترد على هذه المعلومات. ما عندي معلومات برد. نعم. في حال كان عندي معلومات حول ترشيح الأستاذ نعم. مروان أم عدم ترشيحه، هو منه مرشح للانتخابات مرشح مرشح لحد هلا مرشح. نعم. هلا شو بيتغير من مثلا 15 أدار؟ هو آخر مهلة للترشيح وإقفال طلبات الترشيح ب 15 أدار. 15 أدار بالضبط. والانسحاب بيكون آخر مهلة ب 30 تقريبا 30 أدار. وحددوها؟ ما معنى إنه حددوها؟ يمكن سمعنا هيك هلا إذا ما في لوائح انتهى الموضوع. نعم. إذا تسجلوا اللوائح ب 15 معناتها خلص تسجلوا اللوائح. إذا لم يسجلوا اللوائح معناتها كل إنسان خارج دكتور سجل. قد إيه رح يكون في شفافية بالانتخابات القادمة؟ شوفي عادة بلبنان لأقول لك كيف بتكون الشفافية بلبنان. أول شيء في عندنا الليد عم الليد دائما عم بيراقب، صاروا ثلاث دورات وهيدي شغلة أساسية. نعم. المجتمعات الأوروبية عم تبعت مراسلين لنا. بعدين بدي أقول لكم شغلة خلينا نعرفها كلنا، نحن مراقبين الانتخابات بشكل دقيق من 2005. نعم. الأطراف اللبنانية هي تراقب بعضها. يعني كل إنسان طالما في منافسة بالسوق الأطراف الكبرى مضطرة تراقب بعضها بالأول. ما هي هيك المشكلة هون، ما من المشكلة من هون بتبلش. إنه عم براقبوا بعضهم. هل نحن بحاجة للجان دولية لمراقبة الانتخابات عنا بلبنان؟ أنا برأيي ضرورية. ضروري. مين اللي بيطالب فيها هيدي؟ الشعب فيها او وزارة؟ الناس بتطالب فيها. الناس بتطالب فيها طبعا. هل ممكن نشوف لجان دوليه تشرف على الانتخابات؟ ممكن اذا في حال الناس طلبت فيها، اطراف كثيره داخليه طلبت فيها، اطراف كمان سياسيه مش ضروري بس الناس. نعم. وخضوع الدوله رسميا الى هذا الطلب. نعم. اما لجان دولية تشرف على الانتخابات بالقوة أكيد لا، مش موجودة. بسؤال أخير لحضرتك، رح نسأل عن حجم القوى السياسية بلبنان والإحصاءات الدقيقة اللي آخر شيء حضرتك عملتها أو توصلت لها. بالنهاية نحن نعتمد هلا على حجم القوى السياسية بناء لنتائج الصوت التفضيلي و انتخابات 2018. نعم. اللي بالفعل تم التصويت فيها. هلا عم نعمل لها تعديل بناء لتغير المزاج العام. نعم. فنحن عم نشوف لحد هلا انه عندنا كتله حزب الله كانت حوالي 300 الف صوت، طبعا مشكلتهم انه محصورين بثلاث دوائر انتخابيه. والثنائي الشيعي مع بعضهم يعني وامل 200 الف صوت، يعني عندهم حوالي 500 الف صوت مع بعض. المرة هذه بنتيجة المزاج العام نستشرف ضمور هذه الكتلة بحدود 50 ألف صوت. نعم. كتلة المستقبل كانت 266 ألف صوت، نتوقع تكون 225 ألف صوت فعلي. هلأ بعد الانسحاب ممكن 50 ألف أو أكثر من الأصوات هذه تعزف عن المشاركة بالانتخابات. بيجي بعد منا القوات. نعم. القوات هن بحدود 200 ألف صوت، وبعتقد انه بنعتقد ان القوات ستزيد، استطاعت خلال الفتره هذه الماضيه خلال السنتين بين حراك تشرين لليوم ونتيجه فشل السلطه، الفشل الذريع اللي فشلته السلطه واوصلت لبنان للانهيار، استطاعت القوات نوعا ما ان تحاكي الراي العام المسيحي اللبناني والمسيحي بشكل خاص. فعندهم بحدود 200 ألف صوت وما يزيد. الاشتراكي عنده 80 ألف صوت،
واضح له، يعني بينزل حوالي 10,000 صوت عن انتخابات 2018. عندنا نحن الأحزاب هلا، فعندك مثلا التيارات اليسارية بمجملة عندها بحدود 60,000 صوت، اليسارية عم نقصد الشيوعيين، أطراف الشيوعيين وما غيرهم. القوميين كانوا 25-28 بيرجعوا لحوالي 22، أساساً تصويتهم موزع بكل لبنان. هلأ في عنا الطاقة الجديدة، الكتائب عندهم حوالي 50,000 صوت حكماً. هلأ عنا حوالي 120-130,000 صوت للشخصيات اللي مثل المر، مثل نعمة فريم، مثل الخازم، مثل الفتوش، مثل طلال عرفان، ممكن غيرهم. يعني في عنا حوالي 12 شخصية عندهم حيتية معينة بالتصويت وبيصلوا نواب، وبيصلوا نواب بيقدروا يحصلوا منهم، بيحصلوا 6-7 بيحصلوا على حاصل، ومنهم بدهم تحالف طيفو طيعملوا نواب. فهذا المنفذ بهذا التقييم على 2022 هو إنه الكتلة المستقلة مع كتلة الحراك ممكن تصل بين 400-500,000 صوت، وهذا شيء لا يستهان به. وبتصور انه اذا استطاع المجتمع الحراك، حراك 17 تشرين مع المجتمع المدني، وقدر يستغل يتوحد اولا ويستغل تحالفاته مع القوى ولو كانت احيانا بالسلطه، نعم، بس مناوئه يعني معارضه داخل السلطه، ممكن يشكلوا فارق كبير بالتصويت بانتخابات 2022. نعم، كحراك كانتفاضة 17 تشرين. كحراك 17 تشرين عم قلك، في عنا نحن 200 بالحدود ال 250 لل 300,000 صوت مستقل من الانتخابات الماضية أساسا. نعم. هودي رح يرتفعوا لل 450-500,000 صوت. نحن عم نحكي تقريبا 27-28% من التصويت بلبنان. نعم. يعني السنة التصويت رح يكون 1,700,000 صوت، عم تحكي انت بالخمسمية حجم منه سهل، الواجب استغلاله. صحيح. وإذا لم يتم توحيد اللوائح لاستغلال هال 400-500,000 صوت، خلينا نحط مارش 100,000 صوت، سوف يذهب منهم 250,000 صوت هدرا. نعم. إلغاء. دكتور جعفر عبد الخالق، كنت معنا اليوم بحلقتنا، وعلى أمل نتلاقى فيك بحلقات جديدة. أنا بدي أتشكر حضورك، ومشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. تابعونا بحلقات جديدة، إلى اللقاء.